بدينا في كرات اللحم من نبيل، شويناها بالفرن، وضعناها على حرارة 180، شلناها على جنب، رفعنا مقلاة على النار، أضفنا الزيت والزبدة وشوحنا البصل، ومن ثم أضفنا الفطر، ملح وفلفل، كريمة وجبنة بارميزان، وآخر شيء أضفنا الكرات اللحم، طبقناها مع سوا وقدمناها مع الرز. وجبة كثير اقتصادية وصحتين، وألف ألف عافية. كرات اللحم من نبيل بصلصة الفطر مع الجبنة، وراح تكون سيزلينج هاي. تمام. بدنا كيلو من كرات اللحم من نبيل، كوبين من فطر المقطع، بصلة مقطعة، ملعقة ثوم مفروم، ربع كوب زيت زيتون، نصف كوب من الماء، وملعقة من البقدونس المفروم، وبدنا كمان ربع كوب من الكريمة، وربع كوب من جبنة البرميزان، ملح وفلفل أسود أو أبيض. أول شيء نتعرف على كرات اللحم يال. أكيد من نبيل، هي عبارة عن كرات مصنوعة من لحم العجل. هاي طبعا هون فيني أسلقها سلق بالمي، أوكي، سلق عادي، أو بالفرن على حرارة 180 نصف ساعة، وكمان بقدر أقليها قلي بالزيت الغزير، بقدر أشويها على الفحم، اللي بدكم إياها. خيارات متعددة، خيارات متعددة، حتى فيني كمان أضيفها لأي مقلاة هوائية. أها كمان صح. فمباشرة أنا هون طبعا مجهز، شويت قبل الهواء يا سمير وجهزته يا حبيبي. طبعا ريحة ولا أطيب وقوام ممتاز جدا. شوفوا بسم الله، شوفوا هالكرات اللحم، ريحة وإشي مرتب وجاهز. طبعا شويته بالفرن وعلى طول نيجي على المقلاة اللي رفعناها على النار يا أبو سمرة. تمام. ونبدأ في شوية من الزيت النباتي أو زيت الزيتون اللي بدكم إياه. يا مبروك المقلة يا الله يبارك فيك. الله يبعون. مبروك الجديد يا أبو عون. يلا تشوف لا كنينك معلم. الله يسعدك ويبارك فيك يا رب. زبدة وزيت، وأبدأ أشوح هالبصلات يا أبو طه. روايح ولا أطيب بدأ تطلع عندي هون، وبننزل مباشرة بهالبصلات. وبدنا يا سمير نشوح البصلات شوية، راح أضيف الآن شوية ملح وفلفل أسود أكيد من بن الضياء، عندهم كل شيء من الألف إلى الياء. إلى الياء. تمام. هاي كمان فلفل أسود من الضياء، وراح أستخدم لهم اليوم كمان كمون من عندهم. هاي فلفل أسود شوي، أكيد كمان شوي من هالملح. بدينا في زيت وشوية من الزبدة، أضفنا البصل شوحناه وعم نشوح فيه، أضفنا عليه الملح والفلفل الأسود. راح استنى شوي بعدين راح أضيف الفطر ونكمل باقي ما تبقى من هالوصفة. بعد ما شوحنا هالبصلات شوية رايح الآن أسوي مجالك وأنزل بهالفطرات. الله عليك. روايح ولا أطيب. الآن حبايبنا رايحين نجيب لنا حبة ثوم ونضيفها. وين يا أبو سمرة؟ أنت بطل تسوي حركة الثوم هذيك. أقول لك والله أعمل لك إياها. بطل، هاي حلاوتها. والله أعمل لك إياها يا أبو طه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله. ابشر. ها مع التخريطة. مع التخريطة. مع شوية ملح. أيوة. أها. هاي ملح كمان. هاي ملح. مع شوية. يعني والله ما بزعلك يا أبو طه. هذا الحكي. أضفنا الثومات. يا عيني. يا أبو طه. أنا عندي هون كرات اللحم مطبوخة وجاهزة ومجهزة، راح أنزل شوي بالمي حتى أخذ كل النكهة يا أبو سمرة إيش الطيبة. راح أنزل بشوي من الكريم أو الفريش كريم. الله يا أبو عون. والآن بدي أبدأ أبرش شوية جبنة بارميزان من منتجات البايو الموجودة وين؟ بكارفور طبعا. جبنة بارميزان من أطيب الأجبان اللي ممكن نستخدمها لهاي الوصفة. الآن بدي أضيف أنا كرات اللحم المطبوخة والجاهزة، طبعاً عملتها بالفرن، فينا نسلقها، نقليها، نشويها اللي بدكم إياه. والآن بدي أخليها يعني تتسبك. هاي طبقنا الثاني. أبو عون كمان هذا اللي بنحكيه، انه بروح الشخص العادي بروح بجيب من نبيل اي شغله من منتجاتهم، انت يعني اضافاتك هاي بتخلي الواحد عنده خيارات عديده صراحه. وطبق بيتوتي. وطبق بيتوتي جنب رز. والله طبق بيتوتي يقدم يعني هذا يعني بسيط جدا، هو فطر والباكيت هذا اللي هو من نبيل كرات اللحم البقري مع الكريم، يعني شغلات بسيطه جدا وكانك قاعد تاكل طبق بمطعم خمس نجوم بالضبط. بعدين اذا فيش فطر طازه استعملوا علب، يعني مش مشكله،
جبنة البرمزان مش موجودة يعني استخدموا جبنة البرمزان الباودر برضو من كارفور هاي كمان موجودة الكبة تسووهاش هاي كمان شوية جبنة برمزان يا سلام عليكم.